كلمة أوجهها للشخص اللي في بالي إذا كان قاعد يسمعني الحين، أرجوك لا تصير نفسهم، أرجوك لا تشبههم، أرجوك كن مختلف مثل ما عيني تبي تشوفه مختلف. عقب الفيديو اللي فات اكتشفت أغلبية صامتة جديدة، كمية الناس اللي معاجبها المحتوى الهابط اللي في السوشيال ميديا شيء فوق ما توقعونه. أنا نفسي ما كنت متوقع كذي. أنت حطيت يدك على الجرح، أنت تكلمت بشيء من زمان ودني نقوله. إنزين ليش ما قلتوه؟ ليش مو قاعد تقولونه؟ ما أقول ماكو أحد قاعد يتكلم، لا في ناس قاعد يتكلمون، لكن في ناس ممكن حتى عندهم تأثير أكثر مني، لكن ما أشوف إنهم قاعد يتحركون. إنزين ليش ما تتحركون؟ والله تعبنا زهقنا، بس جيت على هذه. الموضوع اكبر من كذا، اذا كل واحد فينا اكتفى انه في طالب وما تحرك لا طبنا ولا بتأشر. وهذا داق واتساب كول بعد، كان ما عنده رصيد فقير. الو هلا طال عمرك. اي لا قاعد اسجل الحلقه الثانيه من... اي نفس الموضوع مال الاسبوع اللي فات مال محتوى الهابط في السوشيال ميديا. شنو؟ ليش هالكلام؟ واسهل شيء المحتوى المنحط. حجي زين مو من قدام الله خلقه يعني. زين فهمت. زين ليش قاعد تعيد؟ زين ليش لازم ثلاث مرات تعيد؟ غلطت علي اول مره، ليش عيد لي اياها ثلاث مرات؟ اغير الموضوع؟ زين شنو اغير؟ ما لازم اليوم انا اسال حلقه ايش اقول؟ أدبر نفسي؟ شدبر؟ لا يبا عادي، ما يأست ولا شيء، عادي أشوف لي موضوع ثاني. هذه الوهجة ما كلها أشوف لي أحد يقدر يرتجل يطلع موضوع بلحظتها ويتكلم فيه وخلص عمري. شنو شعورك لما تكون حاجز تذكرة طيارة ومخلص أمورك كلها وفيستك ما تطلع؟ حدك تكون مستعسر. هذا الحين وضع لي نجم. أنت هل مستعسر؟ أمشي؟ لا حمني تعال، أنت الوحيد اللي بتطلعني من المودة. تعال. اللي قاعد يصير معايا طويل العمر أن أنا المفروض أني بعد 12 ساعة أسافر، بس الجواز ما طلع من السفارة، فقاعد أغير الحجز. شوف قاعد أدفع، قاعد أدفع فلوس. الحين أنا قلت ابي اسوي فيديو كل خميس، اي لكن قاعد احس انه قاعد توهق. انت شلون تسوي الاغلبيه الصامته كل يوم وتتكلم بدون سكريبت بدون شيء بدون اعداد؟ الحين انا مرحله نفسك، انا قبل كنت اسوي الاغلبيه الصامته كل يوم، الحين ما قاعد اسويها كل يوم، قاعد اسويها 3 ايام بالاسبوع. شويه تقلل المهمه عليك عشان تقدر تنتبه، بس هو من باب ثاني انا سويتها عشان اقدر اركز على فقرات ثانيه بالبرنامج. بس انا حاشتني هالحاله، انا كان عندي لايف ابراج كل اربعاء بانستغرام، سويته 3 أسابيع بعدين نسيته، ماني قادر التزم فيه. سبب هو ان احنا ندري ان هذا الموضوع مرتبط بمزاجنا، مو مترتبة عليه عواقب. يعني فلنفرض ان في شركة وقعت وياك عبد الرحمن وقالت لك ان شفت كل خميس هذا اذا ما نزل راح يشرجك فلوس لان احنا حاطين اعلانات فيه. اوكي تدري ايش كثر راح تشتغل؟ راح تطلع عادي ستوري بورد حق شهر لين. خلي الشركه هي نظرتك انت حق نفسك. اذا ما التزمت في اني انزل كل خميس لمده شهرين اللي هو 8 خميسات، معناته ان انا مو كفو يكون عندي يوتيوب شانل. ترى احيانا السبب اللي يخليك انت تحس انك كنا انا ليش دبست عمري هي قله الافكار او عدم القدره على انك تلاقي شيء جديد، وهذا بلوك يحوش اي انسان مبدع. وكان انت انسان مبدع ترى هذا شيء طبيعي اللي يحوشك. الله يسلمك. شو بقصيت سالفتك؟ انا جاملتك صدقها. لا انا على طول من 1/1/2019 قلت اني راح انزل كل يوم نصيحه بالانستغرام. حلو. وين اكاونتي؟ فانا الحين واصل 9/365. لازم انزل 365 نصيحه كل يعني يوم. لازم كل يوم. واو. يعني انا لازم كل يوم افكر بسكريبت نصيحه، اصمم الصوره واجهزها. لا اشتغل. اه هذه الا اشتغل. شنو ماكو؟ حتى هيك تعال، حتى هيك تعال اوريك روحي. انا ابي اختبر علي نجم. تويلي
انا اليوم اختبرني بما فيه الكفايه، انت بتختبرني. بختبر. ابي الحين تعطينا شيء كنا الحين فقره الاغلبيه الصامته. اتحداك الحين، انا انت تقول ارتجال، انا مره سالتك قلت لي هذا ارتجال مو نص. اوكي الحين عطني عطني بس موضوع شنو. خلني اقول لك الكلام او خلني اشرح لك وجهه النظر اللي بمخي الحين بافضل طريقه ممكنه. اوكي. الانسان عدو وعوده. انا مو مع فكره ان الانسان عدو نفسه، الانسان عدو وعوده، او عدوه الانسان هي وعوده. انت تعطي نفسك وعود في وايد اشياء. تعطي نفسك وعود في ان انت مثلا بتبلش دايت، تعطي نفسك وعود في ان انت بتنجز هذا المشروع خلال فتره زمنيه معينه، تعطي نفسك وعود ان انت بتلتزم اكثر باكل صحي، ان انت بتزور اهلك، ان انت بتنتبه حق نفسك وغيره. كل هذه الامور احنا نبدي نعطيها ونحط ضغط على نفسنا علشان نبي نكون اشخاص افضل. ودي بس اقول لك بان انت مو محتاج انك تسوي بنفسك كذي علشان تكون شخص افضل او عشان تكون نسخه افضل من نفسك. انت تقدر تكون نسخه افضل من نفسك اذا كان عندك شيء واحد، الاراده. الاراده في التغيير ما تحتاج ان انت تحكم نفسك بمواعيد او ديدلاين او تاريخ انتهاء صلاحيه، لان الانسان المبدع يحتاج دائما انه يشعر بانه قاعد يتجدد يوم عن يوم في يومه، يشعر بانه قادر على خلق ابداع جديد في فكره بشكل يومي، يدري انه هو انسان يقدر بان يغير الامور اللي يبي يغيرها في شخصيته، في روتينه، في عمله، في حياته، بدون لا يرجع حق تاريخ معين، بدون لا يرجع حق يوم معين وغيره. انت اذا كانت عندك الاراده في التغيير فانت راح تكون انسان قوي لا تكسر ابدا. عاده الانسان اللي ارادته قويه لا يهزم، نفس لما يكون احد مسوي دايت من ربعنا بس نحط قدامه كل ما لذ وطاب من الحلويات والكاكاو وغيره ونقول له اكل، يقول ما راح يهز فيني شيء لان انا ادري شنو الهدف اللي ابي اوصل له. الانسان صاحب الرؤيه، الانسان صاحب الهدف، الانسان اللي يدري طريقه وين بيوديه هو انسان ارادته وايد قويه ولا يمكن ايش ما كان يكسره او يوقفه عن متابعه حلمه وطريقه في الوصول الى الهدف. سلامتك. ما شاء الله، هذا بس عطيت الكاميرا قلت له تحت احنا قاعد نفكر. لا اقول لك شيء، انت استفزيتني بكلمه انا معروف اني استفز فيها. انت قلت لي كلمه اتحداك. اتحداك انا اي احد يقول لي كلمه اتحداك اخذ الموضوع انه هو تحدي ولازم ما اخسر. الكي ان حط حق نفسك تحدي وعرفنا مفتاح مع يا جماعه. بس قولوا حق عبد الرحمن البروجكت اللي بنشتغل فيه وياه لو سمحت تاريخ وقت خلي راعينا بعدين يعني. هذه نغزة. منو يراعينا؟ ما اعرف انا منو هذا. منو هذا؟ متى ابو حربي بيسوي له شانل نفس الاوادم ينزل ابو حربي يعني. هو اللي قبل شوي كنت قاعد اقول عنه ابو حربي وعوده عدوته، لان ابو حربي يوعد نفسه وعود يدري انه ما راح يسويها، فما ادري ليش قاعد يوعد نفسه هالوعود. لو بس يفك عمره من الكسل كان احنا بخير. انت ليش قاعد تسوي فيني بالكلمه؟ شوف 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 هذا راح يحدد دم الناس. هذا حلو. اليوم كم التاريخ؟ اليوم كم؟ اليوم 9 9 9 1. احنا اليوم كم من الاربعاء؟ حلو الاربعاء. هذا راح تنزل الخميس. اليوم راح تكون دورة لا خلاص خلينا نقول السبت. مو هذا يعني مو بعد كم يوم. اوكي السبت اللي بعده راح انزل اول فيديو بالشانل مالي. كفو والله هذا تحدي جديد حق الاشخاص اللي عندهم محتوى نظيف. دقتني سلف 1000. الحين هذا تحدي كلكم راح تكونوا شاهدين عليه. ابو حربي راح يسوي شانل ماله متى؟ الاسبوع الجاي السبت. مو هذا اللي بعد بس تم. طلعنا بنتيجة ممتازة فوق اللي كنا متوقعينه. راح نلقى شانل جديد.